ما ابي انا ساعه بقطع اللوم على المدرب، لكن شايف انا ان 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 من البدايه ان تشكيلتنا خطا من البدايه. يعني انا كان هذا رايي الشخصي، وقلت حق سامي انا ماني مرتاح. ثلاث اقوال يعني معناته تجيب ثلاث اقوال، ما لكن الهجمات اللي علينا كان بامكانهم يبون علينا كان ست اهداف. لو, 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 لو كان في توفيق كان هم احسن. يعني وضع كان رياحي بالاساس خطا، وضع خالد القحطاني اساس خطا، اي اساس خطا. اقول حق متركي ترى شايف اللي انا اشوفه، قال لي شايف وساكتين بين الشوطين. قلت له للامانه يعني انا ما بقط اللوم على المدرب، لكن الصدق ينقال. ترى اقول حق المدرب ان يرجع القحطاني محله ويدخل رياحي هجوم، ويرجع اي عامر باكي من. ترى ما راح اسكت، بعطيه خمس دقائق، اذا ما غيرت ترى بقوم على طول، بقول اغير. اشكره، شايف الوضع مو صحي.